المصري جاب اربع اهداف بالظبط. وكان اذا هذا لاعب خلاص يا كابتن حازم حط نفسه. طبعا اكيد حط نفسه. حتى هو يعني من الحاجات اللي بتبقى كويسه يا كابتن في لعيب الكوره، انه ممكن ما يبقاش في يومه او مش فايق او مش ماشيه معاه، بس برضه هو مركز انه يجيب جون او مركز ان هو يعمل باص. يعني النهارده صالح الماتش كله ما ظهرش بشكل كويس، بس وانت في لعيبه بتفقد السيطره خالص، هو لعب وحش هيفضل طول الماتش وحش، لكن هو يخش الماتش وهو في الدقيقه 35 يجيب جون ويعمل تاكلنج ويروح يجيب جون ويركز، دي حاجه كويسه. وبعدين عنده ميزه دلوقتي صالح، ما كانش بيلعب كده هو في الاول، عمره كان بيخش جوه ال 18 بالقوه دي. يعني كان دايما صالح يباصي حلو، عايز يعمل اسيست حلو، عايز يبقى الكوره شكلها حلو، عايز ترقيصه حلو، لكن دلوقتي بقى اكتف، بقى يخش يباصي ويكمل راس حربه تاني، ودي حاجه مهمه جدا للعيب اللي بيلعب في المنطقه دي، زي ما كان عبد الله بيعملها بشكل كويس ان هو بيكمل راس حربه، دي مهمه جدا وكانت تنقص صالح الاربع ماتشات اللي فاتوا. في المنتخب الاولمبي كان بيعمل ده وكان بيجيب اهداف، بس كان دايما لا يعني منتخب الشباب مع كابتن ربيع ومنتخبات الاولمبيه كان دايما تحس هو عايز يستلم من تحت ويلعب ويبقى هو المعلم في نص الملعب، لكن ما بيزودش، ما بيزيدش من قدام قوي، ما بيخشش جوه ال 18، دايما هو اللي عايز يبقى بلاي ميكر من تحت شويه. هنا ابتدى يحس لا الدور بتاعه مش بلاي ميكر، بمعنى البلاي ميكر في النص التحتيه بتاع زمان على القديم، ولا البلاي ميكر اللي هو لقدام نلعب الكوره واكمل الكوره، اكمل الهجمه، ما بقاش شغلتنا انا اعمل الباص حلو واستنى بقى وخلاص زي زمان، لا يكمل. دي مهمه جدا، ودي بقى له اربع خمس ماتشات بصراحه بيأديها بشكل كويس جدا، ان كل الاجوان هتلاقيها من جوه ال 18. صحيح. يعني دايما مكمل الهجمه، الكوره بتجي له بيكون هو طالع راس حربه ثاني راس حربه اول، النهارده بيعمل تاكلنج وبياخد الكوره. فهو يعني النهارده مش من احسن ماتشاته، بس احسن حاجه ان هو مركز. مركز دي مهمه جدا في لعيب زي صالح جمعه، ان هو دايما الناس تتهم ان هو ما بيركزش ومش مش مش يعني ملتزم تكتيكيا، لا ان انت في الدقيقه 85 مركز وراح تعمل تاكلنج وتقوم وتلعب الكوره وتحطها جون. فدي حاجه كويسه، باني بيبتدي باني يعني خلاص طلع يحط اسم كبير في لاسمه في النادي الاهلي يعني. ممتاز. وحتى يعني دي الكواليتي بتاعته مطلوبه بشكل كبير جدا، لان انت في بعض الاوقات مش محتاج بلاي ميكر يبقى في نص الملعب ومجرد يعمل استحواذ وينقل او يعمل ثرو باس او كلام من هذا، انت عايز واحد برضو عنده الامكانيه في الاختراق، دريبلر كويس يعمل وان تو يوصل للجول بشكل كويس وبيسجل، دي مميزاته الان جدا صلاح جمعه. فدي برضو كواليتي في الكوره نادره عندنا، ما عندناش حد بيلعب في نص الملعب بهذا الشكل، ان هو مثلا يبني في نص الملعب وبعدين دريبلر كويس يعمل وان تو يوصل للجول. دي الميزه وبتخليك في بعض الاحيان زي ايمن حفني ومحمد ابراهيم مثلا في الزمالك. بالظبط. نعم. وبعدين في نفس الوقت بقى بتخليك في بعض المباريات المقفله شويه ممكن يخلص زي النهارده، دي ميزه، ما انا بتكلم على النهارده، دي ميزه كبيره جدا انك انت تلاقي واحد ممكن يخلص في وقت ربما يكون كل واحد بيفكر ان المباراه دي خلاص انتهت 1-0 النادي المصري. صحيح. عشان يقدر يجيب جول في العشر دقائق او الثمان دقائق الاخيره. ده. لكن هو عنده الكواليتي دي ان هو يقدر يوصل ويقدر يسجل في اي وقت من الاوقات، ودي برضو مطلوبه في هجوم النادي. ممتاز. اذا مع مجموعه من حالات البييرو ولكن